شمالو شمالو صقر واحد صقور واحد روح. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالصقر، يا هلا بطير شلوى، يا هلا بالحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وأشواقي لطيور شلوى فرسان الديرة الصقور الرقم الصعب، وتحية خاصة لخالاتي وإلى كل الأحرار اللي معتادوا المشهد ومستمرين مع أهلنا في غزة وعم بدعموهم. شكرا لكم بعنف، وإياكم تتوقفوا إن شاء الله النصر جاي. والله صرت عندي تفاؤل أكبر وأكبر في النصر اللي قادم، والنصر اللي قادم مؤزر، والكيان بدأ بالانهيار. بدأ بالانهيار، والله بدأ بالانهيار. وعلى أيدي من؟ على أيدي خيري أجنادي الأرض رجال غزة. فاستمروا يا جماعة الخير، ونبلش في أول خبر، لأنه للأسف الشديد بطريق السحاري والهنود الخضر معلش يا جماعة هم بيضحكوني مش بإيدي، مع أنه الوضع يعني اللي احنا بنشوفه بصيرش نضحك يعني، خاصة الروس المربعة والمستطيلة. طبعا أخواني وأخواتي، ضرب جديد للكيان من الجزائر، أو خلينا نقول مشروع جديد بيوجع الكيان السوسي يا جماعة الخير، وهو المشروع اللي طرحوه الجزائريين مبارح على أساس أنهم يعملوا تحقيق في المقابر الجماعية اللي عملها هذا الجيش المحتل الوحش. وتم قبول هذا المشروع، وبدهم يدرسوا هذا عالم منافق، قال بدهم يدرسوا كل هالفيديوهات وكل هالصور، وقال لك لسه بدنا نعمل تحقيق وندرسه. ولكن شكرا للجزائر على طرح هذا المشروع الجديد اللي بيوجع الكيان، واحنا بنقول لكل واحد بيوجع الكيان اليوم شكرا من وين ما كنت، ومش غريبة على دولة الرجال الجزائر. ولا لا، إسرائيل رفضت التطبيع مع الجزائر. عرفنا ليش الكيان رافض انه يعمل علاقة سلام مع الجزائريين، احنا حكينا ومنعيد ومنزيد، أنا أنثى الحمار لا تستطيع أن تلد بني آدم، ولكن أنثى البني آدم تستطيع أن تلد حمار. كيف يا صقر؟ بنولد بأحسن صورة وبتنولد بأحسن صورة، ولكن للأسف الشديد بيجتهدوا اجتهاد ليصيروا يعني يا من الأغبياء الاصطناعيين يا من الحمير. هو يعني أنا مش فاهم ليش؟ بدي أقول لكم شغلة، حبل الكذب قصير، وعيب تسرق مجهود غيرك، خذوها. يأتي هذا المشروع بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الجزائر لمجلس الأمن حول هذه المسألة الشهر الماضي نيابة عن المجموعة العربية. قبل ما نحكي عن أخبار غزة، اللي غزة إلى طريق الانتصار، غزة اللي حررت العالم، غزة اللي راح تنتصر نصرا مؤزرا بإذن الواحد الأحد، بدي احكي عن حملة المقاطعة اللي بلشوا فيها الغربيين للأسف بدل ما يبدوها الأمة، اللي هي حملة مقاطعة كثير من المشاهير في العالم اللي ما دعموا غزة ولا فلسطين، وسموا الحملة بلوك أوت 2024، وعملوا الحملة هاي لإلغاء المتابعة. وانتقلت هاي القصة إلى العرب، ولكن بعد تحرك صقور الظل، واحنا بنشكر من صقور الظل اللي اليوم رح يجي وتعرفوا منهم. على كل يا جماعة الخير، إذا العرب بدهم يقاطعوا المشاهير هاي عشان انهم ما دعموش فلسطين وغزة، لا تقاطعوهم ولا تلغوا متابعاتكم معهم. ولكن اذا انتم بدكم تلغوا متابعاتكم وتعملوا لهم بلوكات لانهم بنشروا التفاهة والسقاطة من باب النهي عن المنكر والامر بالمعروف، بشجعكم وبقول لكم استمروا، لانهم هذول اصبحوا افات في المجتمع ودمروا المجتمع ودمروا الجيل، والسبب الامهات والاباء اللي تركوا اولادهم. انتوا الاساس، انتوا الاساس اللي سايبين اولادكم وبناتكم بتابعوا مشاهير عم بيعملوا اشياء يعني ما بقدرش احكي عنها، لانه فلسطين باختصار اي حدا بيدعمها هو شريف لحاله، هي قضية عقائدية وقضية الشرفاء. والابدا كمان انكم تعملوا حملة مقاطعة لمشاهير فلسطين اللي بيحكوا عن حالهم فلسطينية الاصل، او اللي عايشين برا، او اللي عايشين في الداخل الضفة، اللي قاعدين بكبسوا وبيعملوا وبيساووا ومتجايبين سيرة غزة على القليل بالوضع الإنساني، مش قايل لك ادعم رجال غزة، هذول أبدا. واللي بتاجروا في فلسطين وفي غزة، واللي بيطعن برجال غزة، هذول أبدا. التطهير قبل التحرير، أنا آسف إني كابوس عليكم، بس الحق حق، لأنه ما حدا بيحكي كلام الصقر، كله بده يكسب ودكم. المبطيح عشان الدعم وعشان أهداف انتوا عارفين وأنا عارفها، بس مش هسه منطلعها. فهاي هي يا جماعة الخير، بدكم تنظفوا مجتمعاتكم؟
يبدو بهاي الحملة من ناحية انها يعني المنكر والامر بالمعروف، مش عشان فلسطين، لانه فلسطين قضية الشرفاء، اي حدا شريف اكيد ما راح يعتاد المشهد وراح يضل مستمر مع اهله في غزة وراح يسخر منصاته لدعم اهل غزة، كان بالكلمة كان بالمادة كان من ناحية الانسانية والظروف والوقائع ينقلها وبكثير امور وبس. اخر اخبار غزة، غزة بنرجع بنكرر وبنذكر الاخوة اصبحت برعاية الله، واطالة هاي المعركة حكمة من الله عز وجل، ولو انت هيك فكرت شوي بايجابية رغم الالم والوجع والشهداء والدمار والجوع والاصابات، ولكن لو فكرت بايجابية حتعرف هاي المعركة كل ما طولت شو الحسنات اللي جاي على اهل فلسطين الاحرار واهل غزة. شو بتحكي يا صقر؟ والله بحكي معكم بكل صدق وامانة وليست إبر تخدير، وعارف كلامي إذا بتابعني حدا من غزة إنه لا راح يشفي له مصابه ولا راح يرجع له داره ولا راح يرجع له اللي راح الشهيد اللي كسب هذا اللي فاز. أحد الإيجابيات إنه أصبح العالم كله فلسطين، وهيكم بتشوفوا الغرب انتفض أكثر من العرب، وأفرجيكم هاي الصورة كمان أذكركم فيها، قبل المعركة انتست فلسطين طلع في الأمم المتحدة عشان أذكركم بس للتذكير. والرجال على أرض الميدان معجبين ما شاء الله، جند الله ربنا معهم ربنا معهم، اقسم بالله مبدعين والله العظيم، يعني التاريخ ما راح يعرف شو راح يكتب عنهم صراحة. اقول لكم شغلي كمان، تعالوا علي، هذا رئيس الاركان اليوم صرح على القناة 12 هي، تفضلوا يا جماعة في تصريح له، يعني شو بقول لك؟ بقول لك انا اتحمل الفشل وانا اتحمل اني وديت اولادكم على المعركة وما رجعوش او انخطفوا او اعتراف. هي مش كانوا يقولوا نقضي على رجال غزة؟ مش كانوا يقولوا بدنا نرجع المختطفين ولا الرهائن ولا الأسرى ولا الأسخام وبدنا نسيطر غزة؟ تفضلوا يا جماعة، تفضلوا جماعة، 17.5 219 يوم، ما شو اللي عملوه؟ شو الإنجازات غير إنهم انفضحوا وساء وجههم؟ خلص العالم كره أفعالهم من وراء النتن النتن، وكل ما طولت المعركة كل ما أجت إيجابيات أكثر وبشائر أكثر، والأيام بيننا يا جماعة الخير، الأيام بيننا يا جماعة الخير. ومش بس هيك، إعلام العربي اللي هاجم رجال غزة بدأ بدعم رجال غزة، شو قاعد بصير؟ قلت لكم هذا العالم لا يحترم إلا القوي بس، والله يثبت رجال غزة ويحميهم ويحمي أهل غزة وأطفال غزة. القادم عظيم جدا بإذن الواحد الأحد، والنصر جاي جاي رغم الألم والأسى، واللي بيستنى إنه غزة تسقط ستسقط أنت ومن ولاك، وغزة ستبقى شامخة. مش راح طول كثير، اللي بيحب يعرف آخر التفاصيل دائما يتابعنا على البثوث المباشر. بس هاي رسالة، النصر جاي يا جماعة، استمروا 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 يا جماعة، هاي غزة العظمى، هاي غزة بلدة التوحيد، هاي غزة اللي حررت العالم، هاي غزة اللي رجعت فلسطين على الخريطة من جديد. تحيا فلسطين حرة أبية وخالية من المبطيح، وتحيا الجزائر بمواقفها ورجوليتها، وتحيا هاي الأمة وتصحى حالها وتتذكر أمجادها وترجع تتوحد، والله يرحم الشهداء والله يشافي المصابين، والله يعجل بنصركم يا أهلنا في غزة وفلسطين الأحرار. وبذكر الجميع مرة أخرى، الجزائر في الأمس بعون الله ثم بعون رجالها انتصرت، وفي الحاضر واليوم فلسطين ستنتصر بإذن الله ثم بعون رجالها، والأيام بيننا، والكيان عدوله عدوله. سلام.